الحاجة عاملة ايه؟ الحمد لله. واخواتك؟ بخير الحمد لله. هو انت بتعمل معايا كده ليه؟ الناس لبعض يا عم. مقولناش حاجة. بس الكلام ده الناس يعرفوا بعض. فيما بينهم عشرة. لكن ما تأخذنيش يعني انا وانت ما شفناش بعض الا مرة واحدة. انت عايز مني ايه بالظبط؟ انا عاوز منك ايه؟ استجدعتك يا عم. والواحد نادرا لما بيلاقي ناس جدعة زي. اعتقد انا كده جاوبتك. تسألنيش بقى اسئلة كتير وانسى خالص موضوع ان انا صحفي ده. عشان انا مش جاي اسألك في الحادثة. والحادثة خلاص بقت قضية. وابويا اللي هيلبسها مش كده؟ مين قال لك كده؟ انتوا. تاني يا عم. والمصحف ما قلنا حاجة بالعكس. انت مش بتعرف تقرا؟ انا خريج خدمة اجتماعية على فكرة. خد اقرا السطر التاني. لا نستطيع أن نحمل السائق نصر مسؤولية كاملة حتى تظهر نتائج التحقيقات. دعونا نأخذ السائق نصر ككبش فداء لمنظومات فاسدة. تعرف إن سوسن المشرفة قالت لهم في التحقيق إن حصلت خناقة كبيرة قوي ما بين العيال في الأتوبيس وإن بسبب الخناقة دي أبويا اتلفت وحصل اللي حصل. يوم الضابط قال لها مهما كان اللي حصل في الأتوبيس ما كانش المفروض لا يرتبك ولا يحصل له أي حاجة من دي. بص بالقانون المشكلة الوحيدة في الترامادول. أستاذ مصطفى أنت مش بتقول إنك عايز تساعدني؟ أنا عايز منك خدمة كبيرة قوي. ممكن تساعدني؟ لا لا اكتبيها تحت بعض الأول وبعدين كرري المرة التانية. أيوه وريها يا بابا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بصيت على رجب؟ أيوه نايم. تنسيش تدول الأدوية في ميعادها. حاضر. وانت هتتصل بالدكتور بقى علشان يعدي عليه زي ما قالك. ان شاء الله. عاملين ايه يا بنات؟ الحمد لله. تخلصوا مذاكرتكم وطلعوا تناموا في هدوء عشان اخوكوا تعبان. حاضر. هو انت رايح فين يا حاج؟ اوصل لغايه المحامي كده وبعدين هروح البيت التاني. هبات هناك النهارده. وهو ده وقته؟ نعم. قصدي يعني مش تطمن على رجب الاول؟ الواد لسه تعبان. وانا يعني لما هقعد جنبه هيحصل له ايه؟ يعني لو حصل حاجة كده ولا كده تبقى موجود معانا. لا اطمني مش هيحصل حاجة كده ولا كده. ولو حصل حاجة اديني تليفون هجيلك على طول. بطلي كهنك ده. كهني؟ اه كهنك. ما انا من ساعة ما اتجوزت وانت على النغمة دي حتى اليومين اللي انا كنت مسافرهم اقضيهم معاه ما سافرتهمش. وهو انا يعني اللي عملت الحادثة؟ لا بس نبرك هو اللي عملها. نبر يا حاج؟ ايوه نبرك. اسمعي يا بنت الحلال انا متجوز على سنة الله ورسوله وما خبيتش عليكي ما خدعتكيش لاني ما بعملش حاجة غلط. فمش عايز الموضوع ده يتفتح تاني خالص. فاهمه ولا لا؟ ولا ثلاثة بالله العظيم؟ لا خلاص خلاص يا حاج مش هتكلم في حاجة تاني. خلاص يعني عيشة تأثر العمر. يا بنتي ما تمليها انت بقى انا زهقت. مساء الخير. تخيلي بقالي اسبوع بحاول اقابل حضرتك. بصراحة أنا مش فاهمة حضرتك. لو أنت عايزني في أي حاجة ليه ما تجيش المدرسة نتكلم في مكتبي؟ طلب حضرتك إننا نتقابل بره ده بالنسبة لي مش مفهوم. طب وأنت قلقانة ليه؟ معلش طريقة تقلق شوية. يا ستي الموضوع بكل بساطة إن أنا مش عايز أجيلك المكتب عشان مش عايز مديرة المدرسة تعرف إن إحنا على اتصال ببعض. بس كده. بس الكلام اللي انا سمعته في المدرسه انه موقفها سليم والقضية هتخلص لصالحها. هو في ايه بالظبط؟ طيب هو عموما انا مش جاي لك عشان موضوع القضيه. انا جاي لك عشان عايز اعرف شويه معلومات عن المدرسه وعن الاولاد اللي كانوا في الحادثه. يعني نقعد نتكلم مع بعض شويه. ممكن بعد اذنك تيجي ورا على اسمي ونقعد نتكلم في مكتبي؟ اسم؟ ليه الاسم؟ انت خايفه ليه كده طيب؟ يا ستي بلاش الاسم. ممكن نروح نقعد في اي كافيه طيب نتكلم؟ طيب تمام بس مش دلوقتي عشان انا متأخرة. بس اكيد بكرة عشان انا مستعجل. هكلمك بكرة بعد المدرسة. وطبعا مش محتاج اقول لك اني مش عايز حد خالص يعرف ان احنا اتقابلنا. تمام؟ سلام.
انتي بتشاتي مع مين؟ انتي مالك؟ من امتى بتسألي اصلا؟ عشان عارفة انتي بتكلمي مين؟ هايتي اللي بتفكري فيه ده مش هينفع خالص. ايه ايه كل البلا بلا ده؟ انتي بتردي وبتجاوبي وبتسألي في نفس الوقت؟ ابعدي عن بيكو يا هايتي، انا كده دايركت مينفعش. بيكو ايه اللي ابعد عنه؟ انا بعيدة اصلا. صدقيني انا بقولك بس just in case. just in case ايه؟ او حبيت انك تتعلقي بيه او تصاحبيه. اتعلق بيه؟ حبيبتي انت طيبه قوي. انا اللي بيدخل حياتي هو اللي بيتعلق بيه، انا ما بتعلقش بحد. طب ما تخليهوش يتعلق بيكي. هو في ايه؟ هو انت جايه عشان كده؟ ايوه عايزه الحقيقه، انا جايه عشان كده. هايدي انا خايفه عليكي. هو مش بابا على فكره، he's a very cute guy. لا بابا وسكته اخرتها مش حلوه. ومين بقى اللي قالك كده؟ طارق. عشان بيغير منه. ويغير منه ليه؟ انت عارفه ليه؟ عشان كان عايزنا نتصاحب وانا اللي مش مدياله سكه. وبيكو؟ لا بيكو حاجه تانية، بيفهمني وبيسمعني كويس. عارفه يعني ايه بيسمعني؟ ميكس حلو كده، بيكمل الحاجات اللي ناقصاني من غير ما يحسسني اصلا انها ناقصاني. اب على صديق على حاجات تانية كتير مش مترجمه، وده احلى ما في الموضوع. ولو اترجمت هبعد على طول، ما تقلقيش انا ماسكه الريموت كويس. هادي انت ولا ناقصك اخ ولا اب ولا صاحب، انت عندك كل دول. انت ما تعرفيش حاجه على فكره. حضرتك انا عملت كل حاجه ممكن تتعمل، وبعدين دي القضيه سهله وما فيهاش غير شويه ورق وظبطته. مفيش قضيه ما يتعبش عليها يا ريس. ما انا هقدم ورق وهاخد براءه. المحامي الشاطر ما يستهونش باي قضيه، حتى القضايا السهله دي بنتعلم منها. انت بس مش عايز تتعب نفسك. والله يا ريس ما قصدي انا. خلاص يا امجد خلاص، اتفضل. انت لما احتاجك في حاجه هبقى اتصل بيك. بعد اذن حضرتك. اتفضل. بصي لي كده ليه؟ مفيش. انت كل عصبيتك دي علشان خاطر كريم. انت مش راضي بموقفك. كان نفسك انت اللي ترفع القضيه، وفي نفس الوقت ما ينفعش. الهبل اللي بتقوليه ده. اصلا انا هرفع قضيه هكسب من وراها ايه؟ فلوس؟ انا مش عاوز فلوس. هخرب بيت نجوان ولا يفرق معايا. حتى لو مسكت نجوان دي قطعتها كده، ابنها هيفوق الغيبوبه. اللي بتقوله ده ضد افكارك. افكاري للزباين اللي برفع لهم قضايا، بس عند ابني ما ينفعش. افكر في الانتقام ازاي وهو بين الحياه والموت. عارفه انا فايق قدامي؟ ما كنتش هتعادي نجوان مهما حصل. على فكره نجوان ملهاش ذنب، يعني سواق خط رمادول والتقرير الفني هتبرعه. فاهمه وجهه نظرك، فاهمه قد ايه انت راجل عملي، ومستوعبه قلقك وخوفك على ابنك. لكن حتى لو التقرير ما برقهاش كنتش هتعديها. انت ما تعرفينيش، انا ممكن ابقى اسوأ حد عرفتيه في حياتك، بس عند ابني ما ينفعش. عن اذنك. انا عارفه انك شريك في المدرسه مع نجوان من الباطن. مساء الخير. هنتأخر؟ لا يا حبيبتي، هم هنطلع خمس دقايق بس وننزل على طول. ايه؟ وراك حاجة؟ لا. طب اسألي ليه؟ عادي يعني، حقي إني أسأل صح ولا لا؟ صح. احنا متفقين على كده. تمام. طب ممكن أسألك أنا سؤال؟ لا. خلاص مش بسأله خلاص. في إيه يا بابا؟ أسأل طبعا. بقول لك يا حبيبتي، هو أنا لو ما قدرتش اسفرك تدرسي بره هتزعلي؟ حبيبتي وليد اخوكي محتاجين نسفره بره عشان يتعالج، وهيقعد مده مش قليله، يعني ممكن انا وماما ما نبقاش قادرين ان احنا نوفر مصاريف سفركم انتوا الاثنين. انا كنت متردد وانا بقول لك الكلام ده عشان اعرف ان ده ظلم ليكي، عارف ان الموضوع ده شيء مهم في حياتك، بس انا كان لازم اقول لك، وعشان كمان ده حقك ان انت كمان. بابا ما تكملش. انا معترضه بس على فكره ان ينفع اسال حضرتك اي سؤال.
حضرتك تسألني أي سؤال. بابا في أسئلة ما تتسألش. يعني أنت مقتنعة إنك تتنازلي عن دراستك بره عشان خاطر أخوكي؟ لو أنا كده بتنازل يا بابا، ده أنا بتمسك باللي أنا اتربيت عليه، بتمسك بحياة أخويا. أنا لو عملت غير كده أكون بتنازل. حضرتك تفتكر إن أنا هكون مبسوطة وأنا مسافرة بره وسايبة وليد هنا بالشكل ده؟ يلا حبيبتي. وبسلم لي على الوالد، السلام أمانة. يوصل كده يا جماعة، أستاذ عادل اتأخر قوي، شكله كده مش هيجي. أنا آخر شوية كده وهتحرك على طول عشان عندي مواعيد كتير. أنا كمان لازم أمشي. مش هينفع يا جماعة اللي أنتوا بتقولوه ده. ده إحنا متفقين من الأول إن إحنا كلنا نتابع مع بعض، لازم كلنا نبقى موجودين. البركة فيكوا بقى. لا إزاي؟ إحنا كلنا لازم نكون على دراية بالموضوع يا جماعة. الموضوع كبير مش صغير. وبعد إذنك يا حاج رمضان، أنا كنت عايزة رقم المدام بتاعت حضرتك علشان نتواصل مع بعض. ورقم المدام بتاعتك كمان أنت يا أستاذ أمير. للأسف المدام بتاعتي مش فاضية. طب يا أستاذ أمير، دلوقتي مين من الأهالي معانا في القضية؟ هو إحنا كده. طب وبالنسبة لوالد آدم عمل إيه؟ للأسف مش عارفين نوصله لحد دلوقتي. قريب بإذن الله هيكون معايا توكيل زين، كده يبقى ناقص من الأهالي توكيل آدم وزهرة وجودي وكريم وباسم. استنى كريم ده اللي هو ابن عيسى؟ أيوه. لا ده بقى تنسوه خالص، لو معاكو انا مش معاكو. الراجل اعتذر وساب القضيه خالص. ايوه يا استاذ يحيى، ما تنساش برضه ان اللي ماسك القضيه دلوقتي كان شغال عنده في المكتب. والله العظيم انت راجل طيب يا استاذ يحيى. عارف، بس على فكره انا بتكلم عن اللي انا عارفه. انت فين؟ نتكلم في ايه؟ انت بتعملي كده ليه؟ امير انا مش قادره اتخانق. انا قاعده في اوتيل انا وعبد الله. يعني ايه قاعده في اوتيل انت وعبد الله؟ انت بتعملي كده ازاي اصلا؟ معلش محتاجه كل واحد. فاطمه مش ينفع اللي انت بتعمليه ده. عبد الله وان شاء الله هيبقى كويس وتمام وزي الفل. مش ينفع تشيلي هم الموضوع طول الوقت عشان كنت مع واحده صاحبتك. الحياه لازم ترجع لطبيعتها. سيبني كام يوم وبعدين نبقى نتكلم. أستاذ يحيى، بما إن حضرتك محامي ممكن تفهمنا الدنيا هتوصل لحد فين؟ طب وبالنسبة للمحامي اللي احنا مستنينه ده؟ معلش برضو لحد ما يوصل أهو الأستاذ يفهمنا ممكن التعويض يوصل لكام؟ والله هو لسه بدري قوي على موضوع التعويض ده، وعشان يبقى لنا حق فيه لازم نثبت إن المدرسة مهملة. أمان المدرسة مهملة فعلا. مش شرط، ممكن يشيلوها للسواق يقولوا مهمل أرعن وفي الآخر مات. طب والمخدرات اللي كان واخدها؟ مفيش قانون ملزم يورط المدرسة في الموضوع ده، خصوصا إن المدرسة لسه عاملة للسواقين تحليل من 3 أشهر. لا حول الله. أمال إحنا بقى بنرفع القضية دي ليه؟ وابني اللي شال الطحال ده هجيب له حقه إزاي؟ على فكرة أنا لا فارق معايا لا تعويض ولا مصاريف ولا كل الكلام ده، أنا اللي فارق معايا إن المدرسة تدفع تمن اللي عملته في عيالنا. وبعدين طالما حضرتك يعني مش مقتنع بموضوع القضية دي وشايف انها ملهاش لازمة، امال انت جاي معانا ليه؟ انا ما قلتش ان القضية ملهاش لازمة، انا بقول من الاخر ان تقرير اللجنة الفنية لو اثبتت ان المدرسة اهملت في الصيانة هيخلي موقفنا قوي جدا في الدعوة المدنية، وممكن كمان التعويض يبقى كبير. ان شاء الله التقرير ده يطلع في صالحنا. ان شاء الله. ان شاء الله. يا حكي وحين ربنا. ربنا معاكم. السلام عليكم. رايح فين يا استاذ رمضان؟ همشي بقى، ما مش هيبقى موت وخراب ديار ورايا شغل. انا كمان يا جماعه بصراحه لازم استاذن، عندي مواعيد مهمه. يا جماعه بس احنا ما اتفقناش على كده. يا سيدي مش مهم، بقول لك ايه اعتبرني مش معاكم اصلا. يعني ينفع الكلام ده يا حاج رمضان؟ اه ينفع. يلا يا شريف. يلا بصوا يا جماعه انا همشي دلوقتي، بس ده مش معناه ان انا منسحب من القضيه ولا حاجه. بس بصراحه كده انا ماليش في الحوارات دي، الحوارات دي بالنسبه لي وجع دماغ. هو في ايه يا جماعه؟
مش لعب عيال هو، انا متفق مع الراجل ان كلنا موجودين ما تصغرونيش. ايه لعب يا ما تركز في اللي انت بتقوله، وبعدين نكبرك ايه ونصغرك؟ ده احنا بقالنا ساعه مرزوعين ما حدش عبرنا. ايه ده يا جماعه؟ عهد ايه بسبب ابو ليه؟ خلاص بقى انت حر، اعمل اللي تعمله. ما تشوحش كده، ايه ده؟ ايه الطريقه دي؟ ايه ده يا امير خلاص؟ امسكت عشانك. انا اسف، انا عندي خبر مش لطيف، بس وصلني دلوقتي حالا.